حطينا كل أشياء الكرافت في مكان واحد، قسمناهم وكل واحد واضح في عبوته. هنا خصصناهم لأشياء ثانية، كل شيء برضو كتبنا عليه اسمه. الألوان تقسمت وتصنفت، كل واحد له مكانه. في نفس اليونت حطينا الأوراق، دفاتر التلوين، أكتيفيتي بوكس. بسهولة الواحد يطلعها ويدخلها. هنا في النوت بادز والستامبس. هنا في أشياء للبينت.